النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة حول قانون التنفيذ الجديد والتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية والمصرفية عن تخلف المقترضين عن سداد ديونهم. وأشار فيها عدد من الخبراء القانونيين والقضاء إلى أن هذا القانون لم يسقط حكم حبس المتخلف عن سداد ديونه للبنك أو لأي جهة أو فرد، وإنما أعطى مرونة أكثر أمام المتعثرين لسداد تلك الديون. وأوضح عدد من المتحدثين إلى أن قرار منع المديون المتعثر من السفر يشمل البحرينيين أيضا وليس الأجانب فقط، ويتخذه القاضي وفقا للقانون ولما قد يخشاه من فرار المدين وكذلك مبلغ الدين. كما وتم التأكيد خلال الورشة على ضرورة وجود منصة إلكترونية واحدة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتسجيل الأصول التي يملكها الأفراد والمؤسسات في البحرين، بحيث يمكن لقاضي التنفيذ المختص الدخول إلى هذه المنصة وفقا لصلاحيته وتتبع أي أموال أو أصول يملكها المقترض المتخلف عن سداد القرض، والحجز على جميع أو جزء من تلك الأصول والأموال لضمان سداد القرض بعد صدور الحكم القضائي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رياض سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية. مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية، وفي البداية لو تحدثنا حول قانون التنفيذ الجديد والجهات المستفيدة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذا اللقاء. قانون التنفيذ هو صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، وهو ينظم ويختص هذا القانون بتنظيم أحكام التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والسندات في المسائل المدنية والتجارية، ويضع في الاعتبار هذا القانون مصلحتين رئيستين. الأولى هي ملاحقة أموال المنفذ ضده بطرق مبتكرة، والثانية أو المصلحة الثانية اللي راعيها هي مراعاة الجانب الإنساني للمنفذ ضده ومراعاة حد أدنى من العيش والسكن أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. وحقيقة في ظل تطور تكنولوجيا المال والأعمال أصبح من الضروري مواكبة إجراءات التنفيذ القضائي أو التنفيذ الجبري لهذا التطور، واستخدام طرق مبتكرة ووسائل إلكترونية أكثر فاعلية في ملاحقة وتتبع أموال المنفذ ضده، خصوصا مع سهولة نقلها اليوم وإخفائها من وعاء إلى آخر باستخدام تكنولوجيا. ونضع في الاعتبار أيضا أن القانون يضع عدة جهات من شأنها تتبع أموال المنفذ ضده، مثل يعني المصارف والبنوك والجهات المسؤولة عن التنظيم العقاري، جهاز التسجيل العقاري، مصرف البحرين المركزي، وكذلك الجهات المسؤولة على تتبع الأسهم والسندات مثل البورصة والسيارات المرور، ولا ننسى أيضا كذلك دور المنفذ الخاص وهو من المهنة المبتكرة بموجب هذا القانون، وغيرها كذلك من الجهات التي تحتفظ بسجل ائتماني للمنفذ ضده. نعم دكتور، فيما يخص المحكمة المصرفية التي هي في طور الإنشاء، ما هي وهل من المتوقع أن يطور وجودها الأنظمة المتعلقة بالقطاع المصرفي؟ حقيقة في ضوء تشكيل المحاكم الحالي، تختص المحاكم التجارية في مملكة البحرين بنظر المنافعات المصرفية والمالية بشتى أنواعها، إضافة إلى اختصاص غرفة البحرين تسوية المنافعات المالية والاستثمارية. نعم. إلى تجاوزت قيمة النزاع نصف مليون دينار. وحقيقة هناك كثير من المنازعات المالية والمصرفية لا تستدعي اللجوء إلى المحاكم، وخصوصا تلك المنازعات البسيطة مثل القروض الاستهلاكية أو بطاقات الائتمان أو كثير من الخدمات والمنتجات التي تنتجها المؤسسات المالية والمصرفية. وحقيقة كثير من الدول اليوم استحدثت مسار خاص لنظر مثل هذه المنازعات، مثل إنشاء لجان متخصصة تصدر قراراتها دون تدخل قضائي إلا في حالات معينة أهمها وجود منازعة حقيقية بين الأطراف. بالتأكيد دكتور رياض سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، شكرا جزيلا لك.
احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بوصول أولى رحلات طيران الخليج إلى مطار العلا الدولي، حيث تعتزم الناقلة الوطنية تشغيل خدمة للطيران المباشر بين البحرين والعلا كأحدى وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسية لعام 2024، مما يتيح فرصة للمسافرين لاستكشاف هذه الوجهة الثقافية التي تتميز بتاريخها العريق ومناظرها وفعالياتها المميزة. وستسير طيران الخليج رحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى العلا، وذلك في إطار حرصها على الاستمرار في تعزيز تجربة السفر عبر شبكتها بما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين. هذا ووصل عدد الوجهات السعودية للناقلة إلى 6 وجهات.